يواصل الناخبون الأمريكيون التصويت لاختيار رئيسهم 47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب. الكل يراقب هذه الانتخابات ويترقب النتائج ويتخوف من تداعياتها. نحو 80 مليون شخص من أصل 240 مليون صوتوا في وقت سابق في عملية تصويت تم الإدلاء بها في الاقتراع المبكر أو عبر البريد، ومن بينهم كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية.